السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه ai4spaces.com. الموقع دوت بتقول له انت عايز غرفة مثلا living room او bedroom او kitchen، هو يبدأ ان هو يعمل لك التصميمات بتاعتها بالشكل دوت. طبعا المسموح به دلوقتي هوم، الباقي لازم بفلوس. الغرف اللي موجودة في بعضها مسموح بيها وبعضهم لأ. ممكن تعمل custom room بس ده برضو برو. الستايل، في بعض الستايلات ممكن تقول له بقى انا عايز الستايل دوت مثلا تعلم عليه، تبدأ تختار الستايل اللي انت عايزه. ممكن تعمل ستايل لايبراري، هتلاقي في مكتبة بالستايل، وعندي نيو ستايل لو انت حابب ان تضيف. طيب خليني اعمل ساين ان. بعد ما تختار بقى اللي انت عايزه ممكن تقول له ده انا عندي مثلا طيب هنا ده نيو او رينيو او اول تايب الروم، تقدر تختار منهم اللي انت عايزه. هنا تقدر تفلتر او تعمل سيرش لو انت عندك حاجة كتير انت عملتها قبل كده. هنا بقى لو انت عايز ديتيل فانت هتكتب اللي انت عايزه، وصف الحاجة اللي انت عايزها، ده برومت. النيجاتيف بتبدأ تشيل الحاجات اللي انت مش عايزها، يعني انت مش عايز مثلا الوان معينة، مش عايز اخطاء معينة، مش عايز اشخاص في الغرفة وهكذا. تقدر تحط الحاجات اللي انت مش عايزها. وبعد كده دي الاعدادات، لاندسكيب، سكوير، بورتري، الريندر كواليتي، ممكن لو، ميديم، اي. تمام، اللو ده المسموح به دلوقتي، لكن لو انت عندك نسخة بفلوس فممكن تختار اي واحدة من دول. طيب خلينا نقول له مثلا احنا عايزين دوت وعايزين دوت، ونقول له جنريت، فيبدأ يعمل لنا الصورة بشكل دوت. تقدر تغير في المعدلات بتاعتها، او تقدر تعمل لها داونلود بعد ما تكبرها، او تقدر تعمل لها ديليت، او تقدر تعمل لها بابلش لو انت حابب. تمام، بيقول لك ده الديسكريبشن بتاعت الغرفة. انا اتوقع ان الصورة دي جاهزة، يعني مش معملها ليش مخصوص انا. تمام، بس ممكن تيجي هنا وتعدل بقى، تقول له ده اني موديل اللي انت عايز تشتغل عليه، الكواليتي بتاع الصورة تقدر تعدل فيه الخصائص بتاعتها عشان تطلع لك الصورة زي ما انت عايز. بس هتبقى لو انت اخترت البرومت ده فعلا كده هيبقى ذكاء صناعي، وهيبدأ يعمل لك حاجة خاصة بيك. يعني ممكن تقول له انا عايز انواع نبات معين، عايز ماتيريال معينة زي ما انت عايز.